باجي انام يعني بقول هنام بنام في اللحظه دي. فكان بابا دايما يقول لي جمله، يقول لي طب فكر هتفطر ايه الصبح، هتقعد خمس دقايق صاحي، يعني انا اقول انا هنام انا نمت قبل ما الجمله قبل الميم قبل فده الوقت بتاع كل البني ادمين على مستوى العالم اللي بيفكروا فيه. فانا الوقت ده اصلا مش موجود، فافكر امتى؟ افكر وانا معاك يعني دلوقتي اقعد افكر في شو ولا وانا سايق؟ وقت التفكير انا لغيه اصلا. افكر ليه؟ ما الوقت اللي قبل النوم، الدقيقه اللي قبل النوم بركب ماشي هفكر هوقفها ليه؟ طب ما انت ليه انت لما تفكر هتوقفها؟ انت بتفكر ممكن تساهم يعني تعمل حاجه احلى. لا لا هقول لك على افيه قاله لي استاذ عبد الله مشرف، اطيب ممثل في الدنيا. قال لي جمله فبقول له لقيته في معانا كان في مسلسل اتنين في الصندوق بيقص مشاهده بيتحال عليهم يقص. بقول له ليه يا استاذ عبد الله ده كل الناس بتحب تزود؟ ايه يا عم عبد الله؟ قال لي انا زمان جابوني بعد ما نجحت في ونيس، جابني منتج قال لي هعمل لك فيلم عبد الله يتحدى الانترنت. فقلت له طب وده لو نجح هيحصل ايه؟ فالمنتج قال له هنفكر في، قال له هنفكر، انا اسف معتز. قال له انا ما بعملش ادوار عشان ما افكرش. انا هقعد افكر ليه؟ انا عايز انبسط. هم ما قالوش هتفكر، قال له هنفكر. لا بقول لك ايه، هتفتح علينا فتحه انت كده. قال له خليني في الادوار، انا يعني اللي هو ممكن اختار يعني يجي لي عمل اقول كذا بتاع، انما اقعد اقول السنه الجايه وده هيحصل فده ينزل يعني حتى ما بفكرش في توابع العمل. يعني عامل مسلسل السنه دي، عامل مش عارف ايه، هو ربنا يكرم انا بجتهد فيه بشتغل. اصل الجزء الثاني ده مش ادمي يعني، ده جزء الهي بقى بتاع الرزق. ما انت ممكن تجتهد قوي في عمله وما ينجحش. ده جدا يعني هو بص، هو انت المجهود والشغل والبتاع في الحاجه ملهاش دعوه بالنتيجه خالص. ايوه خالص. في ناس بتبني يعني انا عملت كذا فخلاص انا بعد ده عملت فالسنه الجايه. لا ما ممكن ده اصلا عادي يعدي عادي يعني. أيوة. فاهم؟ ولا حد يسمع عنه. طب مفيش جايزه في الاخر بتاع دلوقتي؟ انا اطول حلقه تستلم حاجه دلوقتي؟ اي حاجه متعود. لا يعني لما تنزل بقى، لما نشوف. ماشي. لما الناس تنبسط يعني. انتوا هتعملوا سؤال هل ضحكتوا ولا لا؟ لو ضحكوا اخد جايزه يعني. هي مش فزوره هي قولوا لي. كان نفسي انا اقسم بالله كان حلم حياتي ان يخبطوا عليا الناس بتوع، انا كنت مقتنع ان دولت وانا صغير ان بجد بقى، ما اعرفش هم بجد لحد دلوقتي ولا لا. لو عندك خمس كاس ومجهز كل حاجه وقاعد جنب الباب وانا صغير، يا ابني خش اوضتك الجو تلج. لا يا ماما اصل بتوع المسحوق بيلفوا. انا بشوف الاعلان فيتكتب في الاعلان تحت ايه؟ من السويس الحاجه. فانا مقتنع ان هم جنبي من السويس اهو قاعد مستني. وكل الالبومات فاكر انت الشمعدان وكل الحاجات دي مجمعها وجاهز. انا مستني اكسب. وكان لي واحد قريبي والله العظيم كسب، جات له في كيس كده سناكس مبروك كسبت كيس ذهب. تمام. والله العظيم سافر القاهره وحياه ربنا بجد. سافر القاهره مش عارف ايه، فسلموه كيس سناكس جديد اسمه ذهب. فاكر ان هو راح ياخد ده، سلموه كيس كان بباريزا وقتها سافر القاهره فاهم جيب السوق يعني. سافر فكيس ذهب ده كانوا بيعملوا اعلان للسناكس الجديد ده اللي اسمه ذهب، فادوا له كيس ذهب. فراجع بقى واحنا مستنيينه العيله بقى ونننننن. هيوزع بقى. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.